السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم كيفية رسم وردة بشكل بسيط. كما تلاحظون نرسم شيء شكل بيضوي صغير، ونأخذ كخط وهمي، نقسم الشكل البيضوي بهذا الشكل. بعد ما رسمنا الشكل البيضوي نرسمه برسمة ثانية حتى تكون أوضح لكم. وهذا الشكل الوهمي الوسطي اللي يقسم اللوحة. نرسم الشكل وهمي كذلك على شكل مزهرية أو فازة. يعني مو إلا تكون متشابهة، أهم شيء تكون مقسومة بالوسط. نعيد الخطوات. هذا هو الشكل البيضاوي، هذا هو الشكل الوهمي، هذا هو الشكل المزهري. نأتي على رسم الأوراق. لاحظوا معي بالخطوات. طبعا النهاية تكون النهاية البعيدة تكون ما متشابهة. نرسم الورقة الثانية بهذا الشكل، نرسم الورقة الثالثة بهذا الشكل، نأتي إلى رسم الورقة الثالثة. مثل ما قلت، يعني مو بالضرورة أن تكون الخطوط مستقيمة، لا، كل ما تكون بها حركة كل ما أجمل. نأخذ الشكل الورقة التي في الوسط، هذا الشكل، ثم نقوم بعمل الأوراق الخارجية. شكل كل ما نكبر المساحة، مساحة الورق تكون أكبر، ولكن بشرط تكون بين ورقة، بين هذه الورقة وهذه الورقة يوجد فاصل. الورقة الثانية الكبيرة تكون فيما بينهم هكذا. شوف هذا الورقة، أخذت هذه الورقة رقم واحد، وهاي الورقة رقم اثنين، هاي الورقة رقم ثلاثة، حوالتين احتوت الورقتين، وهكذا. نستطيع أن نستمر بالأوراق على نفس المنوال. يعني مثلا كما تلاحظون كل ورقة تشمل ورقتين. انظر، هذا هو المنتصف لهذه الورقة وهذه، وهكذا. نأخذ هذه، طبعا حسب حجم الورقة التي تحت يعني تختارون رسمها على هذا الشكل. طبعا يبدأ القسم الثاني. الآن نتوجه إلى تلوين هذه الورقة. طبعا هنا تخطيط بالقلم الرصاص، هنا أنا بس وضحت. طبعا نقوم بتلوين الجزء البيضوي كما في الشكل. والجزء المتبقي
نحاول أن نجعل هذه المنطقة بلون غامق، وهذه المنطقة كذلك بلون غامق. وهذه المنطقة نحاول أن نعطيها القليل من الأبيض، انعكاس الضوء، والحركات الدائرية، للمنتصف. طبعا ننتظر أن يجف اللون قليل حتى نقدر نعطي اللمسات للوردة. نضع القليل من الأسود مع الأحمر حتى يعطي هذه المنطقة أكثر عمق، ولهذه المنطقة مثل ما قلنا احنا ما نريد نبين اللون الاسود، اضع عليه الاحمر حتى تتدرج الالوان. مثل ما تلاحظون الألوان تتلابس فيما بينها. نأتي للورقة الثانية. أول ما نضع اللون الأحمر على هذه الورقة، منتصف الورق اللون الأحمر يكون هالشكل. هاي تمثل الورقة كأنه هي معقوفة للخارج. سنبينها بالرسمة. الآن نضع على الخارج الورقة اللون الأبيض. المنتصف الثاني يكون اللون الأبيض، الآن نقوم بهذه الحركة.
جدا ضرورية يعني هذه الحركة، قوس على شكل قوس. لابس الألوان بشكل جيد، تلاحظون اللون الغامق، وضع على الضربة الفرشة للخارج، واللون الأبيض نضع الضربة للداخل. يتكون لون بالمنتصف ممزوج بين اللون الفاتح والغامق. هذه الورقة الثانية، نأخذ الأبيض ثم نضع الأحمر في الداخل مثل ما قلنا، ونأخذ هذه الحركة على شكل قوس دائرية. بنفس الطريقة نرسم بقية الأوراق. تقريبا المنتصف اللون الغامق، واللون الأبيض في نهاية الورقة، ونعمل نفس الخطوات.
الغامق بالداخل. ها كان الورقة مايلة لهذا الاتجاه. ونستمر بالتلوين أعزائي على نفس الطريقة. الورقة نقسمها إلى نصفين بنفس الخطوات. هذه الورقة نقسمها إلى قسمين، القسم الأول غامق حتى يتميز لنا عن هذا الفاتحة الورقة الفاتحة عن هذا الغامق. هذا هو الغامق. فقط أريد أن أنبه أعزائي، هذه الألوان ليست زيتية، وهذه الخامة هي مجرد كارتونة ورقة. طبعا الألوان ما حتكون بمستوى الألوان الزيتية، الألوان الزيتية تكون على قطعة قماش ولها عمل خاص. أما هذه رسمة أردت أن أبينها لكم بشكل بسيط جدا. وبشكل مقارب لما يتواجد عندكم من ألوان مائية. أكثر يعني أكثر الأحيان توجد ألوان مائية، لأن الألوان الزيتية صعب التعامل معها للمبتدئين مثلا، جدا صعب. أما الألوان المائية يستطيع الكثير ممن له هواية في الرسم أن يتعامل معها. فقط أردت أن أنبه إلى هذا. فتشوفون التخطيط، لأنه الأساس ورقة يجف اللون بسرعة، فشوية صعب يكون ألابس الألوان. فقط أردت أن أنبه لهذه الشغلة. والآن نتم تكملة تلوين تكملة أجزاء الوردة بنفس الطريق. كرر بنفس الطريق. الورقة الواحدة للوردة نقسمها لنصفين، نصف غامق والآن نصف الفاتح، مع الأخذ بنظر الاعتبار حركة الوردة. الورقة هذه الورقة بهذا الاتجاه، ويكون ميلانها بهذا الاتجاه. تكون الحركات اللي نعطيها بشكل قوس، لو تلاحظون كلهن على شكل قوس على حسب اتجاه الورقة. هذا هو تقريبا الشكل النهائي للوردة بشكل مبسط، مثل ما قلنا بشكل مبسط مبسط من ناحية الألوان، من ناحية الخامة المستعملة ورقة. أحببت أن أنوه أنه الكثير من الأحبة يدخلون على صفحتي في الخاص، على الخاص، ويسألون أنه كيف عملية هل أنت ترسم أكاديمي، كيف تنحت. طبعا صراحة أنا ليس أكاديمي، أنا عملي بمجال النحت بالفطرة. تعلمت من أنا وصغير مع برنامج المرسم الصغير، كنت أتعامل مع خطوة بخطوة، فليس أكاديمي. قد تلاحظون بعض الحركات يعني كنسب في الأعمال
ليست بذات النسب الحقيقية، لأن مثل ما قلت أنا نحات الفطرة. أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.